يسعد صباحكم. شايفين أبو الهول هناك؟ لما هتروح أبو الهول هتلاقوه بدون مناخير. ناس كتير قوي بتفتكر إن أبو الهول مناخيره اتكسرت على يد المدافع نابليون لما كان في مصر عام 1798، لكن في الحقيقة نابليون بريء، والدليل إن زار مصر مستكشف دنماركي قبل ما يجي نابليون بستين سنة ورسم رسومات لأبو الهول وبدون مناخير، يعني مناخيره اتكسرت من قبل ما يجي نابليون. وكمان المؤرخ المقريزي اللي عاش في مصر وتوفي عام 1442 قال إن كان في واحد متصوف اسمه صائم الدهر. صائم الدهر كان بيعتذر الناس هنا في الصحراء، ولاحظ إن الناس بتتبارك بأبو الهول وبتعتقد إنه له قدرات ويقدر يحل مشاكلهم. صائم الدهر معجبهوش حال الناس، طلع على أبو الهول وهتك تكسير في مناخيره عشان يعرفهم إنه مش قادر يدافع عن نفسه، فإزاي هيقدر على حل مشاكلهم؟ نعتذر لنابليون عن التهمة اللي ناس كتير قالوها عليه، ونلتمس العذر لصائم الدهر. يا رب تكون المعلومة عجبتكم. سلام عليكم.